الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشاطر حسن كان يجلس جلسة صمت، وفجأة حسن الشاطر حسن ماذا؟ انت خلاش ابنك لحد السوق فقفش البطل المغوار ولا وقرر يطحن الأشر. لماذا توقفت؟ مسرور. نعم يا مولاي. خلص عليها يا شهرزاد. انت مش عارفه ان ابنينا عامل نظام جديد في رمضان يخليكي تحكي طول النهار ببلاش؟ احكي له. اسهر يا ست الحسن. بكام البتنجان ده؟ احكي نهار رمضان ببلاش. كانت ليله من ليالي الصيف الجميله، وليد وخطيبته كانوا بيزوروا اقرب متحف من متاحف فنون سيراميكا كليوباترا زي اي اتنين بيتجوزوا جديد. لكن وليد ما كانش عارف ان في حد بيراقب. وليد وخطيبته كانوا بيحلموا ببيتهم الجديد، وطبيعي انهم يختاروا تصميمات 2011 من سيراميكا كليوباترا، تصميمات ما ينفعش تتقلد. وده كان مضايق الناس اللي بتحاول تقلد. زي ما انتوا شايفين سيراميكا كليوباترا موجودة في كل مكان في مصر واقرب اليك مما تتصور. استقبال الستاف مدهش، اما تصميمات سيراميكا كليوباترا الخيالية فاستحالة تتقلد. فوزية انا شفت سيراميك حلو قوي بفكر اركبه في البيت. فتحي هناك سيراميك واحد فقط يستحيل تقليده، سيراميكا كليوباترا، جزء من حياة كل بيت في مصر. رمضاني عربيات مش مهم. خد خد قطرة. انا سامع صوت القطرة. يا قطرة. انا بشرب دايت ومتعود اطلبها لارج، عقبال ما الصودا دي بتفس اكتر ولا اقل. نظام اهلا بالثانيه هتتحاسب بالثانيه ومن اول ثانيه للمحلي وللدولي. اتصالات الدنيا لسه فيها اكتر. في مصر الخير بندور على كل الأسر المحتاجة، أولويتنا دايما الأحوج، فالأحوج بنبتدي بالاحتياجات الأساسية لكل أسرة وبنبدأ ننفذها فورا، من صحة وتكافل اجتماعي وتعليم، ولأن دورنا ما بينتهيش عند مساعدتهم في مصر الخير بنفضل نتابعهم خطوة بخطوة لحد ما نوصلهم لبر الأمان. بس مشوار الخير لسه طويل وما بيكملش إلا بيك. مصر الخير، خبراؤك في الخير. إعلاناتكم على تلفزيون الحياة ميديا لاين. يا ساتر يا رب. احنا فين؟ احنا فين؟ وين هوليوود؟ عامل هوليوود؟ احنا دلوقتي رايحين متحف اسمه مدام تسو. نورت البيت الابيض. ام سكان ده مسكين الراجل ده عبيط. سماكي
رامز حول العالم الجزء الثاني في أمريكا الليلة الثامنة إلى الثلث فقط وحصريا على تلفزيون الحياة. كلموا البيت باتا اطلبوا لنا العشرة بتاعك انا النهارده قاعد اللي ابعتوني يا غزال. ازمه سكر حصريا يا باشا انا بريء يا باشا. الواد ده حظه قليل مش عارف ليه قليل ده ما عندوش حظ خالص. انت عارف هقدر اعطيه كيس زي السكر. خلاص يا عم هو احنا مخطوبين. انت بقى سكر؟ ايوه انا سكر مش باين يعني. وانت كنت دقتيني عشان تعرفي. ابوت شاي معايا؟ لا انا مش عايز ابوت شاي، عايز ابوت على السرير. الفيفا لو شمت خبر هيسحبوا مننا كاس افريقيا. والبنك زي الولد بقى الشمال اتعدى. هتعمل ايه يا سكر؟ ابوت شاي يا ربي حاج. لو وجودك يا معلم حنفي يا محتاج. ازمه سكر يوميا الثانيه ظهرا في رمضان على تلفزيون الحياه. اخواتك يا عبد الرحمن دول عرضك، يعني لازم تخاف عليهم وتعطيهم قوة عليك. في حد مش مع ربنا وباله مرتاحش غير بس الناس حاطه دماغها في الدنيا وتعب نفسها على الفاضي. اصحاب المصنع عمرهم ما بخلوا علينا باي حاجه، مش كده عايزين نشيلهم على راسنا من فوق. ناقصك ايه؟ ناقصني اشوفك مرتاح. انا ماشي جنب الحيط ما بأذيش حد. عايزين تزولوا في اخواتي ليه؟ ابعد عن حسابك. اغلى من حياتي يوميا التاسعة والنصف مساء في رمضان فقط وحصريا على تلفزيون الحياة. ومعقول حد يفكر الناس آخر المكالمة ويقول لك كم دقيقة فاضل؟ اتصالات الدنيا لسه فيها أكتر. رمضان دي العربية اللي حلتي باظت. العربية اللي حلتي باظت. حاسب يا عم شفور ليه الدبابة؟ دبابة شفور ليه الدبابة يعني الكم؟ الكم يعني من الشفور ليه وانت نازل. نازل يعني ما بين كل دبابة ودبابة. دبابة عشان متفصلة على مصر بالمل. بالمل وانا وانت. ايوة الدبابة. هتكسب 3 جنيه دهب لما تشتري وترخص شيفروليه دبابة موديل 2011 من 1/8 حتى اخر رمضان. في ناس مش لاقية تشتري هدومها الاساسية. اتبرع بملابسك المستعملة وساعد في كساء أكتر من 1,000,000 محتاج قبل العيد. اتصل وفرحهم بالعيد. ما تضيعش الفرصة والحق ثواب الشهر الكريم واتصل على 19450. هنجيلك لباب البيت. سرنا السكر فيروس فري بدون إضافة سكر. بعد أول فيروس فري بعد تاني فيروس فري بعد تالت فيروس فري. فيروس فري بدون إضافة سكر. اديني أكتر. تعالي 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 تعالي. أوكي كده حلو قوي. سيبي بقى فرامل 3 جنيه بس يا عروسة. لو مش مأمنة يا عروسة يبقى أنت أكيد محتاجة بريك. خد لك بريك، خد لك كيت كات آيس كريم جديد جوا شوكولاتة كيت كات. الناس لي آيس كريم
اخواتك يا عبد الرحمن دول عرضك، يعني لازم تخاف عليهم وتعطوهم قوه عليك. في حد مش مع ربنا وباله مرتاحش غير بس الناس حاطه دماغها في الدنيا وتعب نفسها على الفاضي. اصحاب المصنع عمرهم ما بخلوا علينا باي حاجه، عشان كده عايزين نشيلهم على راسنا من فوق. ناقصك ايه؟ ناقصني اشوفك مرتاح. انا ماشي جنبك ايه؟ ما بغزيش حد. عايزين تنزلوا في اخواتي ليه؟ ابعد عن حسابك. اغلى من حياتي يوميا التاسعة والنصف مساء في رمضان فقط وحصريا على تلفزيون الحياة. الضرب في الشاب خرره عني، يبقى انا ينفع اسيب حقي؟ لما تعرفيه سيسا لسه هو سيسا كده يقول اه جميلة تجري قدامه. اللي بتعمله ده غلط. مدام الدفع وقتي ابقى جاهز من بكرة الشاب. كم ببوح هنقلبها كم ببوح كم ببوح. حد فاهم حاجة؟ انت طالب ده احسن واحد يوم بالمهمة. يبقى ناخد بالباقي قلل ونخلص. فقط وحصريا عايزين نتفرج على كل حاجة كده في وقت وراح المفروض. البرياجي الحادية عشرة وخمس دقائق مساء في رمضان على تلفزيون الحياة.